لم يكن كانون الأول من عام 2016 شهراً عادياً بالنسبة لأهالي الأحياء الشرقية لمدينة حلب، فالمدينة كانت على موعد مع أكبر عملية تهجير قسري في سوريا ونهاية المواجهات العسكرية بين فصائل المعارضة وقوات النظام داخل أحياء المدينة. مدينة حلب كانت قد شهدت في 27 من شباط اتفاقا لوقف الأعمال القتالية يستثني تنظيم الدولة وجبهة النصرة، لكن سرعان ما نقضه نظام الأسد من خلال قصف جوي ومدفعي خلف عشرات القتلى والجرحى. وتوالت الأحداث في مدينة حلب في تموز عام 2016، حيث طوقت قوات النظام وحلفائها أحياء المدينة لتتبعها عمليات من قبل فصائل المعارضة لفك الحصار، كان آخرها في 28 من تشرين الأول. في كانون الأول سيطرت قوات النظام على حي الشعار وأغلب مناطق المدينة القديمة، ما جعل مقاتلي المعارضة محاصرين في قطاع صغير، واتهمت قوات النظام وحلفاؤها من الميليشيات الإيرانية بارتكاب عمليات إعدام جماعي في الأحياء التي سيطرت عليها. قوات النظام وصلت تقدمها في أحياء المدينة وسط قصف جوي ومدفعي مكثف، انتهى في 13 من كانون الأول بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وإخلاء الأحياء المحاصرة شرقي حلب. أكثر من 4 أشهر من الحصار والقصف شبه اليومي على مدينة حلب، حصار عانى خلاله الأهالي من نقص المواد الغذائية والطبية، لتكتمل بذلك آخر فصول عملية التهجير وسط مجازر ارتكبها النظام خلال عملية الاقتحام بحق المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب. عملية التهجير التي نفذت في كانون الأول كانت بمقترح أمريكي روسي ورعاية تركية، يقضي بإخراج مقاتلي المعارضة وجبهة النصرة آنذاك مع كامل سكان المنطقة البالغ عددهم 50,000 شخص وفق موقع العربي الجديد. هذا حال الناس في المعابر اللي عم تقول ان روسيا اللي فتحتها للعالم. موت قادم من السماء يلاقيه موت على الأرض مع حصار وتقدم عسكري للميليشيات الإيرانية وقوات النظام تحت أجنحة الطيران الروسي. يزيد من ألم كل ذلك فقدان الطعام، عوامل لم تترك لأبناء حلب سوى طريق واحد، الخروج من بيوتهم. سياسة الحصار ومن ثم التهجير لم تكن أسلوبا متبعا في حلب فقط، بل طالت عدة مناطق سورية ثائرة ضد نظام الأسد كغوطة دمشق ودرعا وريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، سياسة يسعى من خلالها النظام لتفريغ المدن السورية من سكانها.